رجعنا بعد التقرير الجميل ونرحب في ضيفتنا السمراء فينيسيا. مساء الخير. مساء الفل بالانوار يا الاسمر وصاحبه صوت الادب. Could be maybe يمكن احنا شفنا التقرير واللويا والاغاني وريان عد بيتي. انا شخصيه ثانيه على الهواء. انا يعني شوي يعني وين 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 هذا تقولي اول ما بلشت يا الاسمر؟ موجود وسالفه القطاوه بعد من ضمن العائله الحين. صراحة أنا ما كنت أحب القطاوة، بس أنا ولدي وحيد وما عنده أحد، فجبت أول قطوة، بعدين صارت ثاني قطوة، بعدين صارت عائلة أحد وأولاد والمسيرة تمشي. طيب شلون بديتي مع الفاشينيستا؟ شلون كانت؟ شلون جت الفكرة كذي؟ مو مني أنا، من رفيجتي. جربي ليش لا؟ راح تكون مختلفة، شخصية ثانية، إن ليش لا ما جربين؟ وجربت وكنت صراحة وقت خايفة لأن ما بيكون ميك اب ومتزقرتة وماركات وإن أنا لا طبيعية. جربت أسبوع إن أنا متزقرتة، عقب أول فيديو طلعت فوق حاف مال زبالة، زين الحافلة مال زبالة، وصورت كان ماي فيرست فيديو. أول دعاية سويتيها شنو كانت؟ كانت حق شوكولت. ايه وكنتي حاطه سعر معين ولا ابدا؟ يعني سويتيها فري؟ لا ما كان فري، بس كان السعر جدا رمزي. سعر علبة حليب بالضبط. واليوم شنو اسعارك؟ ما هي غاليه ابدا، يعني ما سعري من 3 سنوات نفس الشيء، ما غيرت. من كان عندي 500,000 فولورز لمليون و600 فولورز نفس السعر، ما غيرت. ما شاء الله مصنع معمول. شلون تسوين معمول بعد؟ يس يا ما ذوقتينا عيل، كنا ننطر بنوك صراحه. ما دفعتوا؟ لا ندفع كذا بيع الحين انا حاتي حاله. تبون ببلاش؟ ما نسوي شيء ببلاش، احنا الفاشينيستات كلها بفلوس. يعني موديات الفاشينيستات الحين؟ ابدا مو موديات، يمكن مو كلبوهم يعني يمكن بعضهم انا ما سمعت. بس اي ليش اتجهوا يعني الكثير منهم حق الفاشينيستا، يعني حق الدعايات والاعلانات؟ وين الحين الجرايد؟ وين المجلات؟ موجوده الجرايد والمجلات. وينهم؟ موجودين. تقرين جريد الحين؟ ما اقرا. اي جريده تقرين؟ ما اقرا جرايد. اوكي ثانك يو فيري ماتش. كان اول في جرايد، كان في مجلات، كان في كنا نشترك مع جريده او مجله حق بيوتنا، صح ولا لا؟ الحين عندك اشتراك جريده؟ انا اشوفها اونلاين. يس اور نو؟ اونلاين. اونلاين ثانك يو. احنا اونلاين. السوشيال ميديا انفلونسرز فاشينيستا، يعني انا مو فاشينيستا ولابسه شيء عتيج صراحه، مو فاشينيستا، بس انه ماكو احد الحين قام ياخذ شيء بايدينا يقرا، كان مجله او كان كتاب او كان جريده، صار كل شيء بالانترنت اونلاين، صح ولا لا؟ وانت اولهم اونلاين. يعني هل انت سويت بحث وتحري عنك؟ كل شيء انت اونلاين. هل الحين برايك؟ بعد انا بالتلفزيون ابي اقابل، ابي اعرف جماعتنا معهم ومع مريان. هل برايك يعني ما في وقت ان نقرا جرايد ومجلات عشان شيء اتجهنا حق السوشيال؟ الزمن ما تغير، بس أهل الزمن ويلا متغيرين. الزمن تغير. إحنا أول كنا باللولو والغوص، صار طفحة النفط، عقب النفط شنو صار؟ جرايد ومحلات ما أدري شنو. بعدين صار شنو؟ صار إنستغرام وسناب شات، عاد عقب بالصواريخ ما يندرى بشي يطلع، نتواصل ما نعرف، يمكن بالصاروخ ما أدري ما طيب شو اللي غير يوم حياتك بعد الشهرة والإنستغرام وسناب شات؟ شغل حياتي تغيرت. إيه. ما كنت اجتماعية صراحة، كنت وايد منغلقة، كنت وايد يعني يعني أهلي بيتي، أمي ما تعصب، مراعاة أبوي، مرض أبوي، ما أدري شنو، فكان في أشياء ثانية لها فيهم. أنا مع السوشيال ميديا لازم كما أطلع على سناب أو إنستغرام لازم الطبطبة. ليش برايك مريان اليوم صار الموضوع كذي، لازم نطلع على السوشيال ميديا نكاشقين ومسوي ميك اب وحاطين؟ ليش تحت التلفزيون حاط رموش ومسوي حواجب وحاط مكياج؟ ليش ما نطلع على طبيعتنا مثل اول ما نقعد؟ ليش ما نطلع على طبيعتك؟ لان الوقت تغير، لان الزمن تغير، لان اول كنا اذا تردين بالتلفزيون ايام دولة شوقي مذيعة امينة الشراح، ما كان في لا رموش ولا كان في فير ولا ريترو ولا كان في الخرابي. بس اليوم ام ريان قاعد ينقدون على البنات الفاشينيستات او المشاهير انه يطلعون بدون ميك اب.
انا اطلع من غير ميك اب؟ انا اطلع بدون ميك اب، بس ان اليوم قاعد يتكلمون لا المشاهير لازم يطلعون ميك اب. عاد شوفي المتابعين ثلث بثلث بثلث. اول ثلث يحب يشوف المشاهير بالماركات العالميه بالميك اب الصح بالاظافر الصح. ترى مكسور ضفري، اي كاميرا انا ترى مكسور ضفري. وثاني مشاهير الثاني متابعين يحبون يشوفون اللي نسبه وتناسب ان هي كاشخه بنفس الوقت تهتم ببيتها. ثالث نخبه اللي انا، اللي انا اطلع من غير مكياج كيفي، اطلع اغني وانا من المتابعين اشوفك اطلع اغني طق كيفي. فان في نسبه من المتابعين يحبون يشوفون كذي وكذي. ريان ودنا نسمع اغنيه كذي حق محمد عبدو، تسمعينا؟ في مايك موجود كاهو، في ستاند، ستاند ما في، بس انت حافظه كلمات اغنيه. لا انت حافظه، انت حافظه على الهواء. ما لا انت حافظه، لازم يبوي التليفون، لازم اقرا التليفون. انت تدورين التليفون تبي تصورين؟ لا لا ما اصور، اقرا كلمات الاغنيه، اخاف اقول كذي كذاك، اتحشى شويتي ما يندر على تحكي شويتي. لا اطلع اطلع. اوكي اتس اون، هلو هلو اتس اون، هلو 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 وياك. راح نبدي مع الموسيقى. لا خلي خفافي من ورا. اي ام اون ام فاين. غني 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 من النك، النك موجود صوت واضح. لا خلي فرحنا دايم وخلي عمرنا نايم واقول شو مين انت توكل روحي يا ظالم. ايش رايكم؟ يا سلام يا سلام. انا اندمجت الحين، قلنا بتكملين شويه. ما اني تريد امس، انا اسفه لازم لازم اقرا الكلمات على اساس انه ما اخربط يعني. اوكي. يا ريت العمر يتوقف على حاجز انا جنبك، اخاف اخربط ويفشلوني ما ادري ايش اقول. الحب ونتهادى ورود الحب ونبني في نشوة قلب. اقول لك انت 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 ما حبوبي. سلام ريان، يعطيك العافية. الله يعافيك، تجربة وايد حلوة. تفكرين فيها لي قدام؟ في مشروع الحين، بس انا احب اطبخ الشيء يعني على هدى، على هدوء، على نار هاديه. اي هدى هدى على قولك، على هدى على هدى 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 لما تصير قصه صح. ام ريان ليش تجربه بالتقديم؟ ليش تجربه بالتقديم؟ ليش قدمتي فقره وبعدين ما كملتي؟ يس نعم. شو الاسباب؟ ما لقيتي نفسك بالتقديم؟ لا نو هم قطعوني. شلون؟ هم قطعوني. شلون قطعوك؟ شلون قطعوك؟ بس بس يعني ما كلموني نكمل ما نكمل، انه بس فجأة يعني في حد حاربك؟ ما اعتقد، بس ان التلفزيون وقفني صراحه، انه يعني اختفوا فجاه، اختفوا صراحه، فما عرفت شو القصه، وانا صراحه ما سالت. بس انا عارف انه كان فقرتي جدا ناجحه، لانه كان المعد المخرج وكيل الوزير، الوزير كان الكل ينطر فقرتي. لا. وقفوهم كيفهم، بس انا ما ندمت صراحه. ام ريان راح اشوف هذا التقرير مع ليلى احمد، شوف شنو قالت ونرجع معك ان شاء الله. فينيسيا طالعة من الكويت. فينيسيا عندها ولد اسمه ريان، دائما أي مشكلة تشوفها تعرضها على الناس، يبي طلبات غير صحية بالأكل، دائما تعرض مشكلة المشكلة وتقول لهم شنو اللي ممكن البدائل اللي ممكن أقدمها له وحتى أغريه. فينيسيا أيضا تصور وهي تركض على البحر، يعني جوها وايد اجتماعي، تركض على البحر ويا ولدها تلعب وياه، أو إن هي في البيت عندها تكون ساعات في غرفة النوم يمه وقاعد يتكلمون. في شيء ظريف بعد تسويه وأنا أعتقد له قيمة اجتماعية، لما هي تعرض مثلا اليوم عندي فتحة تنظيف فتحات التكييف لأن داخلين على صيف، فيفترض أن الغبار اللي طاف كله تشيله، تحضر السفرة عشان أهلها جايين بيتغدون عندها، وبالآخر الطلب من مطعم. وكل هذا ما منعها من أن هي تحط موسيقى وترقص. موسيقى
يزينها، طبيعية جدا. رجعنا من بعد التقرير واستاذ ليلى احمد قاعد تمدح فينيسيا وريان مدح صراحه. انا كنت مخترعه منها صراحه، الفكره ما تمدح وايد هي كنت مخترعه منها، بس ان انا اذكر استاذ ليلى احمد من 3 سنوات طلعت بالسوشيال ميديا كتبت شيء زين عني، بس بعالم السوشيال ميديا والاشياء اللي قاعد تصير ان لها حق تنتقد يعني لدرجه معينه، بس الحمد لله طلعت انا طبيعيه زينة ما في شيء. أم ريان لما تدخلين فيديوهات ريان معاك أول شيء ما كنتي متخوفة من هالتجربة؟ نو عادي أبدا. أتخوف من شنو؟ إن ريان معاي بالسوشيال ميديا ولا إن ولدي معاي؟ في السوشيال ميديا وتتفائلين كأم أو كسوشيال ميديا؟ كسوشيال ميديا لا ما تخوفت صراحة. تتفائلين فيه؟ أنا ما راح أتم حق ريان طول عمري. أبي يشتغل، أبي يسوي إعلانات، أبي يعتمد على نفسه، لأن أنا مو دايما حقه. بدأ أنا صار تقدر الله صار معاي شيء بعد عمر طويل قاعد تخذني الحين عمر طويل إنه الله يحفظك على نفسه، إنه ما حد باقي حق أحد، وأنا أمه وهو وحيدة وما عنده أحد غيري. يطلع إعلانات؟ إي والله يطلع إعلانات صراحة. الله يخلي لك إن شاء الله. الله يسلمك الله يحفظك ويبلغك فيه وتشوفينه معرس وعلى المراتب. وأنا راح اقول لك جاي في المعرس الحين. انزين جاي في المعرس عبالي بس ريان لا ترى صغيره انا بس 12 لا جاي الحين بالمعرس. اليوم انت قاعد تفكرين تعيدين تجربه الزواج مره ثانيه؟ ما عندي اي مشكله. في فكر؟ ما عندي اي مشكله، بس من ردك. ولكن اي ولكن 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 أي. اني انا طول عمري الحين انا عمري كم ما راح اقول لك. زين ترى عيد ميلادي عقب شهرين فما راح اقول لك الحين. أي. يعني عشت فوق ال 38 سنه. أي. ان انا اكافح وانا اربي وانا يعني الكل معتمد علي. انا ابي اتزوج واحد الحين بعد يعتمد عليه؟ نو يعني اليوم على الاقل الانسان اللي دش بحياتي يدفع اجار بيتي. يعني تبين رجل اعمال؟ مو شرط، على حسب. رجل اعمال بقاله؟ لا رجل اعمال، رجل اعمال بزنس يعني يملك. دزن مارة البزنس، كل البزنس الشيء، كان بنشرجي كان كهربائي كان نجار كان خباز، هيز بزنس مان. بس انا احتاج انه يوفي شغل بيته. تبي الريال قادر يفتح بيت؟ يقدر يفتح بيت، بس ما ابي لا سياره، سيارتي اكشخ سياره بالعالم كله. وبيتي افخم. شنو عندك؟ شنو بيتي سيارتك؟ بيتي افخم بيت ترامب. زين شنو السياره؟ شنو السياره؟ الخضراء الربان. سيارتي اقول لك شيء، الكل عيب على سيارتي، انه يبي سياره كشخه، يبي سياره احسن، يبي ما اشوف. وكل ما اروح مكان فالي باركن واكون سيارتي. اقول لك شيء، سيارتي والإسعاف واحد، نفس الماركة ونفس السيارة، بس الإسعاف لا معدات وسيارتي عادية، وسيارتي نفس سيارة الحانوتي إذا قدر الله صار في جثة في النشر بعد السيارة، فأنا سيارتي كشخة. طيب اليوم غير المواصفات اللي هي مالت إنه يقدر يفتح بيت، مواصفات شكلية مثلاً؟ ما يهمني، ما يشخر. إنزين أبيض أسمر؟ دزن مارة ما عندي اي مشكله، بس أسمر يمشي. يعني ما في مواصفات فارس احلام؟ لا ما عندي. الاسمر يمشي يعني؟ يمشي الاسمر ويمشي الاسود ويمشي الابيض. اه. بس ما يشخر بالليل وانا نايمه، ما اقدر، ما ابي انام. ليش تشرين علي؟ ما شخر انا بالليل. انا الحين بين اسمرين يعني، انا ضايعه ترى البيضة. لو سمحتي عاد. لا 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 ايش فيهم البيض؟ حتى البيض. طيب اليوم بعد ليلى احمد وال مواضيع مواصفات الزواج، شنو الطموح اللي قاعد تفكرينه بالمستقبل؟ وايد اشياء. نعم مثل وايد اشياء. يعني بداياتي كنت ابي فوازير صراحه، بداياتي كان ابي برنامج استعراضي، الحين لا، صار طموحاتي شيء ثاني، برنامج هادف يسعد يرسم ابتسامه. وطموحي الاكبر صراحه الاكبر ان اتمنى ان شاء الله باذن رب العالمين افتح دار ايتام مع مدرسه، ومدرسة يعني معترفة عالميا. ما يطلع يتيم يقول إن أنا طلعت من دار أيتام، لا يطلع يتيم يقول أنا طلعت من المدرسة الفلانية. أم ريان مدام إنك بالكوميديا وعندك خلفية الكوميديا، في مجال تمثلين أو في المسرح مثلا؟ ما يعني بالكويت صراحة ولا برا الكويت، ما أكذب، لا بالكويت ولا الكويت. يعني دراما، أنا مو دراما. أنا ما أعرف يعني طلقني يا خالد ودي بيت امي، ما اقدر. انا وحده احب اضحك استاذ. يعني سويت الدور؟ ما اقدر انا طيب يا خالد اضحك. ما اقدر
انا احب الكوميديا، بس ما يمنع اذا كان في دراما هادفه ان شيء يخدم شيء غير يعني طلاق واشياء ثانيه. انا اي كان دو ذس، بس انه احب اضحك صراحه. ان شاء الله ابي عصر انتصار الشراح، داود حسين، حسين عبد الرضا، سعاد عبد الله، ابي هالجيل، ابي الشيء اللي خالد قماشة كذي، ابي ريموت كنترول عد بيتي كلها كاميرات انا، فكذي احب خالد قماشة. احنا اليوم سعدنا بلقائك، وايد استمتعت. انا شخصيا ما استانس لما اشوف واحده سمراء قدامي، قعدت يعني احوس فيهم، يبو فينيسيا يبو فينيسيا، قالوا بنيبها. نحن نادرون، اي كاميرا الحين نحن نادرون، نحن غير موجودون، والموجودون بس حق حق الوناسه. احنا نعلم سالم بارك، سالم بارك. أعزائي المشاهدين، شي خلصنا فقرة فينيسيا ونورتينا، وأحب أشكرك. والحين معنا فقرة رياضية مع محمد رضا.